اليوم جايبيتكم عند الأرز سوبر ماركت الأرز بسكاربرو مش عشان نعمل شوبينج اليوم جايبيتكم علشان ناكل شاورما شاورما لحمة وشاورما دجاج على الطريقة اللبنانية المضبوطة يلا حنبلش بشاورما دجاج أوكي أول شي توم بطاطا مقلية كبيس شاورما دجاج تتبلتها بتاخد العقل اكسترا توم اذا بتحبه بس شاورما اللحمة حمص بقدونس وبصل مع سماق مخلوطين اوريدي كبيس بندورة شاورما اللحمة طحينة وتراتور وما تزيدوا شي تاني عليها هيدي ساندويش شاورما دجاج محمصة صغيرة نمنومة وهيك الشاورما مفروض تكون ما فينا نحط فيها كل شي ما بتطلع طيبة هلا اجا دور البيف والله العظيم وحياة اولادي حتاكلوها وحتدعوا هاي لونا وكفورك احلى عالم